بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمد ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن حبيبنا وأسوتنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، النعمة المهداة والنعمة المزداة والرحمة المهداة والسراج المنير، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وإماما للمتقين ومحجة للسالكين وحجة على الناس أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، ونسألك يا ربنا كما آمنا به ولم نره أن تجعلنا يوم القيامة تحت لوائه، وأن تحشرنا في زمرته، وأن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته الطيبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابة الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى يخاطب جميع الناس في هذه الآية ويخبرهم بحالهم ووصفهم الذي يتصفون به، وأنهم جميعا فقراء إلى الله عز وجل في جميع الوجوه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في إيجادهم من العدم، وهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في إمدادهم بالنعم وما فيه حياتهم، وهم فقراء إلى الله عز وجل بما يمدهم الله عز وجل به من أسباب الحياة من الأقوات والأرزاق، وكذلك هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في صرف النقم عنهم والمكاره والشدائد والكروب والمصائب، هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في تربيتهم في تعليمهم ما لم يعلموا، هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في كل نفس وفي كل حركة وفي كل عمل وفي كل حال، الناس حالهم هم فقراء إلى الله عز وجل، هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في توفيقهم إلى طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة الأحباب، الموفق من العباد هو الذي لا يزال يشاهد فقره إلى الله عز وجل في كل حال، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويطرح نفسه بين يديه متذللا خاضعا مستسلما، يشهد افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى في كل حركة وفي كل سكنة. فإن الافتقار إلى الله عز وجل هو من أخص خصائص العبودية، بل هو لب العبودية، هو الافتقار إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة، يعني فقرا فاقة تامة إلى الله تعالى من كل الوجوه. فهذا هو الافتقار إلى الله عز وجل، أن يشعر الإنسان بفقره إلى الله، وأنه لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، بل يرى في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة
فاقة تامة لله عز وجل من جميع الوجوه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولو رأينا إلى يعني نظرنا إلى العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، نجد أن الصفة الجامعة لجميع هذه العبادات هي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وسوف أضرب لكم مثالا بأم العبادات. إيه هي أم العبادات؟ الصلاة. نجد أن الصلاة قائمة على هذا الأصل، الافتقار والذل والخضوع لله رب العالمين. عندما تقف بين يدي الله عز وجل وتبدأ بالتكبير الله أكبر، فيها تعظيم لله، وتقف خاشعا بين يدي الله عز وجل، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم تطأطئ رأسك تعظيما لله عز وجل وتعظم الله سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك تضع أشرف يعني شيء في وجهك وفي جسدك على الأرض على التراب، تمرغه في التراب ذلا وخضوعا وافتقارا لله رب العالمين. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد في حالة الافتقار والفقر والذل والخضوع لله رب العالمين. أقرب ما تكون من الله وأنت في هذه الحالة، حالة الافتقار والذل والخشوع لله سبحانه وتعالى. تضع أنفك وجبهتك وأشرف ما فيك على الأرض على التراب فقرا وذلا وانكسارا لله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل العبادات، الخاصية المشتركة العامة في كل العبادات هي الافتقار والذل والخضوع لله رب العالمين. ولكن أيها الإخوة الأحباب، الافتقار إلى الله يتحقق بأمرين. كيف تحقق الافتقار إلى الله؟ الافتقار إلى الله يتحقق بأمرين. الأمر الأول إدراك عظمة الخالق وجبروته، أن تدرك عظمة الله، أن تدرك صفة من تعبده. كلما ازددت معرفة بالله سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته بأفعاله، كلما زاد تعظيمك لله وزادت خشيتك لله وزاد افتقارك لله سبحانه وتعالى. يقول الفضيل بن عياض: أعلم الناس بالله أخوفهم منه. كلما كنت عالما بالله كلما كنت أخوف من الله وأخوف لله عز وجل. وقال في قول آخر فضيل بن عياض: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. على قدر علمك بالله تكون رهبتك ويكون خوفك من الله تبارك وتعالى. قال الحافظ بن رجب: فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع، ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له. يعني يتفاوت الخشوع في القلوب، الخشوع ليس شيئا واحدا، يتفاوت الخشوع في القلوب على قدر تفاوت معرفة القلوب لمن خشعت له. كلما ازددت معرفة بمن خشعت له كلما زادك خشوعك لله تبارك وتعالى. ألا تسمعوا قول الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. روى مسلم في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ آية الكرسي، كلها صفة الرب سبحانه وتعالى. مما قاله الله عز وجل في هذه الآية المباركة: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما هو معلوم هو موضع القدمين من العرش، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. تخيل الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، يعني في صحراء. والكرسي واسع السماوات والأرض. إذا كان الكرسي واسع السماوات والأرض فكيف يكون العرش؟ وكيف في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى؟ ولذلك من أسماء الله عز وجل الكبير، من أسمائه الكبير: وما قدروا الله حق قدره، وسع كرسيه السماوات والأرض.
السماوات، تعلمون أن حتى ما بين كل سماء وسماء كم من المسافات؟ تعرفوا إحنا بيننا وبين السماء، بيننا وبين الشمس كم كيلو؟ 186 مليون كيلو، 186 مليون كيلو. أقرب نجم بنراه في السماء اسمه نجم بروكسيما، بيننا وبين هذا النجم 4 سنوات ضوئية. لما حبوا يقيسوا المسافات بين النجوم وجدوا ان المتر حينفع ولا كيلو حينفع ولا ميل حينفع، مسافات شاسعة. فعملوا وحدة قياس مسافات اسمها السنة الضوئية. ايه السنة الضوئية ديت؟ يعني المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. سرعة الضوء، حد عارف ايه سرعة الضوء قد ايه؟ 300,000 كيلو في الثانية. سرعة الضوء 300,000 كيلو فين؟ في الساعة؟ 300,000 كيلو فين؟ في الثانية. يبقى السنة الضوئية هي المسافة، أنا عايزكم تركزوا معايا شوية، المسافة التي يقطعها الضوء في سنة بسرعة 300,000 كيلو في الثانية. يعني اضرب 300,000 كيلو، شوف بقى الساعة فيها كم ثانية، واليوم فيها كم ساعة، والسنة فيها كم ثانية، هتلاقي عدد يعني مسافة مهولة لا يتخيلها الإيه؟ لا يتخيلها العقل. بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، بأقرب نجم شايفينه في السماء بيننا وبينه 4 سنوات ضوئية. يعني يعني الضوء يطلع من هذا النجم علشان يوصل الأرض ياخد قد إيه في الطريق؟ 4 سنوات. هناك نجوم بيننا وبينها 5,000 سنة ضوئية، وهناك نجوم بين الأرض وبينها 10,000 سنة ضوئية. يعني الضوء يطلع من النجم علشان نشوفه بعينينا ياخد قد إيه في الطريق؟ 10,000 سنة. 10,000 سنة في الطريق. ولذلك ممكن يكون في نجوم انطمست وتحركت من مكانها من آلاف السنين ونحن ما زلنا إيه؟ نراها. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أقسم لم يقسم بالنجوم ولكن أقسم بإيه؟ بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، لأن الذي نراه الآن هو مواقع النجوم وليست الإيه؟ النجوم. معظم هذه النجوم التي نراها تحركت من مكانها وربما انطمست وانتهت من آلاف السنين، ولكن ما زال الضوء يتتابع ويصل إلينا آلاف السنين. ومع كل هذه النجوم لم نصل إلى السماء الدنيا، يعني ده لسه كمان ما وصلناش لإيه؟ السماء الدنيا. وشوف بقى 7 سماوات كل سماء، والله سبحانه وتعالى يقول واسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، فكيف في قوله عز وجل الرحمن وعلى العرش استوى؟ يبقى إذا لابد أن تعرف قدر الله وقدر من تعبد. وما قدر الله حق قدره، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وحس بمدى فاقته وافتقاره لله عز وجل. الأمر الثاني الذي يتحقق به الافتقار إلى الله هو إدراك الإنسان بضعفه وعجزه. فمن عرف قدر نفسه وأنه عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. ذهب كبرياؤه وذلت جوارحه وعظم افتقاره لمولاه والتجاء إليه وتضرع إليه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تعرفين هل هنا بمعنى إيه؟ معنى لقد، يعني هذا الإنسان كان عليه فترة من الفترات لم يكن شيئا إيه؟ مذكورا. أنت مثلا عندك 50 سنة، من 51 سنة كنت فين؟ من 55 سنة كنت فين؟ كنت عدما، صح ولا مش صح؟ كنت عدم. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. شهود هذه الصفات أن الله عز وجل هو الأول، يعني هو الأول ليس قبله إيه؟ شيء. كان ولم يكن شيء، كان الله ولم تكن أنت، ولم تكن السماوات ولا الأرض. بخلص الأمر يبقى أنت فقير إلى الله من كل الوجوه، من كل الوجوه. فكان الله ولم تكن أنت، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك. وعشان كده لو قرأت سورة النعم، سورة النعم اللي هي سورة إيه؟ سورة النحل. كل هذه السورة بتعدل على الإنسان أمرين، أو الله سبحانه وتعالى يمن على العباد بأمرين، بإيجاده من العدم وإمداده بالنعم. بإيجاده من الإيه؟ من العدم وإمداده بالنعم.
يقول الله سبحانه وتعالى في بداية السورة: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عارفين النطفة اللي هي إيه؟ اللي هي الحيوان المنوي. الحيوان المنوي ده هل تستطيع أن تراه بعينك المجردة؟ لا يمكن، لا يرى إلا تحت المجهر، يعني يكبر الحيوان المنوي آلاف المرات حتى تراه. أنت خلقت من هذا الحيوان المنوي الذي لا يرى، نطفة حقيرة. خلق الإنسان من نطفة ومرت بمراحل. أين كنت عندما قبل أن تولد، قبل أن تخلق؟ من الذي أوجدك من العدم؟ ومن الذي خلقك من هذه النطفة الضعيفة الحقيرة؟ ثم أين كنت عندما كنت جنينا في بطن أمك تتقلب لا حول لك ولا قوة؟ وأين كنت عندما ولدت؟ بل الإنسان بعد الولادة لو ألقي به في القمامة لأكلته الكلاب والقطط. من الذي رعاك؟ ومن الذي حنن عليك قلب أبويك؟ فإذا المسألة أنت ضعيف فقير إلى الله سبحانه وتعالى، لا تستغني عن الله عز وجل. وبعدين بعد أن أعطاك الله سبحانه وتعالى الحياة، وأعطاك السمع والبصر، وأعطاك العقل، وأعطاك القدرة على الحركة، أصبحت خصيما مبينا لله. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بدل من أن يشكر الله سبحانه وتعالى، أن يخضع لله، أن يفتقر لله سبحانه وتعالى، أصبح خصيما بائن الخصومة لله عز وجل. يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والذنوب، يناديه الله عز وجل: الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يستجيب لنداء الله عز وجل. يعرض عن أوامر الله ونواهيه، يجادل الله سبحانه وتعالى في شرعه وفي أحكامه، وهو كان نطفة لا حول له ولا قوة. الله سبحانه وتعالى هو الذي رعاه ونقله من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، ثم كان عظاما فكسى الله عز وجل العظام لحما، ثم بعد ذلك ولد، ثم كان طفلا، ثم شابا، ثم شيخا، ثم تعود إلى الله عز وجل. في كل هذه المراحل أنت فقير إلى الله، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ولابد أن احنا نعرف أن في نوعين من الفقر، في فقر اضطراري وفي فقر اختياري. الفقر الاختياري الاضطراري يستوي فيه المؤمن والكافر، ويستوي فيه البر والفاجر. يعني الفقر الاضطراري يعني كل الناس، الكافر والمؤمن والصالح والطالح، الكل فقير إلى الله، في النفس الذي نتنفسه، في الطعام الشراب، في كل شيء الإنسان فقير إلى الله. حتى لو كان كافرا هل يستطيع أن يستغنى عن الله؟ من الذي يمد بالأرزاق والماء؟ ومن الذي يمد بالهواء؟ هو الله سبحانه وتعالى. فده اسمه الفقر الاضطراري، الكل فقير إلى الله، لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولكن كلامنا هنا عن الفقر الاختياري، فقر الأنبياء والرسل، الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى على لسان موسى: فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تشعر بفقرك وحاجتك إلى الله، هذا هو فقر الأنبياء والرسل الذي يتبعه الذل والخضوع والانقياد والانكسار لله سبحانه وتعالى. مرة واحد كان يعني ملكا وعنده أموال كثيرة، فأحد الصالحين كان في مجلس معه، وشعر أن هذا الملك قد اغتر بماله وبسلطانه ومعه من الثروات العظيمة عن عبادة الله عز وجل، واستغنى بهذا المال عن الله. فقال له: لو أنك في صحراء ومنع عنك الماء وشارفت على الموت من قلة الماء، خلاص حتموت، فعرضوا عليك أن يأخذوا منك نصف مالك في مقابل كوب من الماء. طبعا الإجابة هتكون إيه؟ تاخد ماله كله، ده خلاص يعني شارف على الموت من العطش. فلو عرضوا عليك ياخدوا نص مالك في مقابل كوب من الماء، قال: ده ياخدوا مالي كله، ايه قيمة المال وانا حموت اصلا؟ قال له: طيب انت شربت المية، هذه المية حجزت فيك وحبست فيك، اتحاشت المية، اتحاشت، حصل عندك احتباس في البول، وخلاص على وشك الموت. فعرضوا عليك أن يأخذوا نصف مالك في مقابل تصريف هذا الماء من مجراه، وتصريف هذا البول من مجراه. قال: لا، ده ياخذوا مالي كله، ما قيمة المال إذا كنت حموت؟ قال: إذن هذا المال كله لا يساوي جرعة ماء.
لا يساوي كوبا من الايه؟ كوبا من الماء. اذا لابد ان تعرف ضعفك واحتياجك الى الله سبحانه وتعالى. فمن الاسباب التي تعينك على الافتخار الى الله، اولا ان تدرك من تعبده، ان تدرك قدر الله سبحانه وتعالى، وان تدرك قدر نفسك وضعفك وحاجتك الى الله عز وجل. هناك بقى في علامات، ننتقل الى علامات الافتقار الى الله. في علامات تدل على هذا الانسان فعلا هو فقير الى الله ام عنده غنى عن الله سبحانه وتعالى. اول علامه من علامات الافتقار الى الله هو غايه الذل لله تعالى مع غايه الحب لله عز وجل، لان حقيقه العبوديه غايه الذل مع غايه الحب. ان تسلم نفسك لله سبحانه وتعالى، لا تناقش في اوامر الله، انت فقير ذليل لله. عندما افعل كذا سمعا وطاعه، اترك كذا سمعا وطاعه. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا، ما فيش نقاش. وهي الذل لله عز وجل والانقياد والاستسلام لله رب العالمين. يعني لا تناقش في اوامر الله، اذا امرك الله سبحانه وتعالى ما عليك الا ان تقول سمعا وطاعه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. دي من أهم علامات الافتقار إلى الله، الذل والخضوع والاستسلام لأوامر الله عز وجل ونواهيه. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية. احنا قلنا إن العبودية كمال الذل مع كمال المحبة لله عز وجل. فيقول: كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه، إلى أن قال عليه رحمة الله: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يصر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. يعني هذا القلب، الله سبحانه وتعالى خلق هذا القلب، وأن هذا القلب لا يستريح ولا يسكن ولا يطمئن ولا يطيب إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ثم قال: ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. مهما حصلت مما تلتز به من المخلوقات، مهما حصلت من شهوات الدنيا ونعيم الدنيا، ما دام هذا القلب بعيدا عن الله فلن يحصل لك لا سكن ولا راحة ولا طمأنينة على الإطلاق. فيقول: إذ فيه، يعني في القلب، فقر ذاتي إلى ربه سبحانه وتعالى من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. استمعت لواحدة كانت مغنية شهيرة، مغنية فرنسية، مغنية عالمية، وحصلت على أكبر قدر من الشهرة والمال إلى آخره، ومن الله سبحانه وتعالى عليها بنعمة الهداية للإسلام. فبتحكي حالها قبل الإسلام وحالها بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليها بنعمة الإسلام والإيمان. تقول: عندما كنت في قمة الشهرة وقمة الغنى، وكانت يعني محط أنظار العالم كله، تقول: كنت في حالة من الضيق والكرب، حتى أننا فكرت في الانتحار عدة مرات مع هذه الشهرة وهذا الغنى. ومع ذلك تقول: كنت في حالة من الاكتئاب والقلق وضيق الصدر، حتى أننا فكرت أننا أنتحر عدة مرات. طب دي عندها الشهرة وعندها المال وعندها كل الشهوات يعني متوفرة، ومع ذلك كانت تتمنى الموت. قالت: ومن الله سبحانه وتعالى علي بالإسلام، وتعلمت الصلاة وتوضأت مع أول سجدة لله رب العالمين. عندما وضعت جبهتي ووجهي على الأرض شعرت بأن جبالا من الهموم قد سقطت من على كتفي، كل الهموم انزاحت من على قلبي مع أول سجدة لله سبحانه وتعالى، مع أول سجدة لله عز وجل. فهذه نعمة الإسلام،
نعمة الإيمان هي في قمة الشهرة، لا تتخيلوا إن هؤلاء المشاهير وهؤلاء كذا أو العالم الغرب وكذا في حالة من السعادة أبدا، هم إن ارتفعت بهم الدنيا ولكن قعدت بهم عقيدتهم الفاسدة وركونهم إلى الدنيا، ونحن وإن تأخرنا وقعدت بنا الدنيا ولكن نحن الأعلى بما معنى من عقيدة، بما معنى من إسلام، بأنس من الله سبحانه وتعالى. لا يوجد أبدا نعيم أفضل ولا أعلى من الأنس بالله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل. سجد بين يدي الله تساوي الدنيا وما فيها عندما تضع جبهتك على الأرض. كان أحد الدعاء كان في أمريكا وبعدين حان وقت الصلاة فصلى في صالة المطار، فواحد أمريكاني سأله أنت بتعمل إيه؟ قال له والله إحنا عندنا دي صلاة ودي سجود ودي سجود ركن من أركان الصلاة. فقال له عجيبة، قال له إيه العجيب في الأمر؟ قال إحنا عندنا لما واحد يكون خلاص يعني على وشك الانتحار وفي حالة من اليأس من الحياة وحينتحر خلاص، قرر إنه ينتحر، فالأطباء بينصحوه إنه يحط رأسه على الأرض، إنه يحط رأسه على الإيه؟ على الأرض. طب حط رأسه كده مجرد، ما بالك إذا تضع رأسك على الأرض لله عز وجل تشعر براحة لا نظير لها. ولذلك نقول أيها الإخوة الأحباب إن الراحة الحقيقية والسعادة، كان من كذا يوم كده عاملين مش عارف يوم السعادة، السعادة في الإسلام. ولذلك نقول المنهج الإسلامي يتميز عن أي منهج آخر، لا يوجد في أي منهج آخر على وجه البسيطة منهج يضاهي المنهج الإسلامي. للمنهج الإسلام والشريعة الإسلامية تمزج بين الروح والجسد، بين الدنيا والآخرة. الشرائع المستوردة أو الشرائع الغربية، هذه الشرائع تلبي حاجات الجسد ولكن تهمل حاجة القلب وحاجة الروح، فيحدث الخلل في المنظومة البشرية والإنسانية، وتجد القلق والاكتئاب والأمراض النفسية إلى غير ذلك. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى هذا الدين يلبي حاجة الجسد ويلبي حاجة الروح، يربط بين الدنيا وبين الآخرة. لأن من المشاكل التي تتعرض لها البشرية في نوعين من المشاكل، المشكلة الأولى الحاجات المادية، السكن والأكل والشرب والمواصلات وغيره. ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بات منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حزت له الدنيا إيه بحذافيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها الإنسان. ولكن في جانب آخر في مشاكل أخرى هي أعقد وأصعب من المشاكل المادية، وهي المشاكل الروحية والمشاكل النفسية. الإسلام عالج الاثنين، لم يهمل جانبا من هذين الجانبين. ولذلك نقول من أراد السعادة وأراد الطمأنينة وأراد الراحة فعليه بالعبودية والافتقار إلى الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك من علامات الافتقار إلى الله التواضع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس تواضعا لله رب العالمين. عندما أتوا إليه بوسادة يجلس عليها عندما كان يأكل صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل الإيه كما يأكل العبد. دخل عليه أحد الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام له مهابة، من يراه يهابه، وكان لا يستطيع أحد أن يحد النظر في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له صلى الله عليه وسلم. فعندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل في حالة من الارتباك والخوف والمهابة من رسول الله، فقال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فكلما ازداد الإنسان افتقارا إلى الله ثم كلما ازداد تواضعا للخلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء، رواه مسلم. لأن الكبرياء دي صفة من صفات الله عز وجل، فلا تكبر الإنسان على عباد الله ما ببالغ جاهه وسلطانه وماله، ودمه حسب الافتقار إلى الله. أنت فقير إلى الله حتى تكبر على خلق الله ليه؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. هذا الحديث رواه البخاري. من علامات الافتقار إلى الله التعلق بالله عز وجل وبما يحبه الله، أن يكون الإنسان قلبه متعلق دائما متعلقا بالله عز وجل. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن تصلوا على رسول الله، قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل ذكر منها ورجل قلبه معلق بالإيه؟ بالمساجد. هل معلق بالمساجد يعني قلبه معلق بالحوائط والعواميد والبناء؟ لا، معلق بالمساجد يعني معلق برب الإيه؟ برب المساجد. قلب المؤمن قلبه كده لما يقترب موعد الصلاة بيشعر، لو في أي مكان قلبه بيشعر بقلبه إيه؟ موعد الصلاة، وقلبه دائما يخرج من الصلاة هو مشغول بالصلاة التي إيه؟ بالتي بعدها. فدي من علامات الافتقار إلى الله عز وجل وحسن الصلة بالله، أن يكون قلبك دائما متعلقا بالله، وأنت في كل أحوالك، وأنت في بيتك، في الشارع، في أهلك، وأنت في عملك، أنت في السوق، قلبك معلق بالله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم إيه؟ تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهيهم لا تجارة ولا بيع ولا شراء. ليه ربنا ذكر البيع والشراء؟ إن دي أكثر حالة إيه؟ ممكن أن تلهي الإنسان عن العبادة وعن الطاعة. فمن قلبه الذي تعلق قلبه بالله لا يمكن أن ينشغل لا بتجارة ولا بيع ولا شراء ولا بالدنيا بأسرها عن عبادة الله والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة الأحباب، من تعلق قلبه بشيء غير الله عذب به. خذ هذه القاعدة، إذا تعلق قلبك بشيء غير الله لازم تعذب به. اللي تعلق قلبه امرأة حيعذب بهذه المرأة. يا ترى غابت عنه ليه؟ زعلانة منه ولا مش زعلانة؟ تفكرين زمان الأغنية تقول لك: حبك نار، بعدك نار، نار يا حبيبي نار. فهو إيه؟ هو دي حقيقة، دي حقيقة، عايش في نار. حتى اللي قلبه متعلق بالمال هو خايف إن المال ينقص. ما تفكروش يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قل: وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما تفكروش ان كل ما زاد المال زادت السعادة، ده بالعكس، ده بالعكس، كلما زاد المال كلما زادت الهم والإيه؟ والغم. فإذا تعلق قلبك بالمال انت خايف المال ينقص، التجارة خسرت، خايف المال يروح منك. لو قلبك متعلق بمنصب المنصب حيروح، متعلق بحاكم يا ترى الحاكم حيظل في مكانه ولا حيعزل، على طول متعلق بأي شيء من أمور الدنيا لابد أن تعذب به. ولن يحدث استقرار للقلب ولا سكينة ولا راحة إلا إذا تعلق قلبك بالله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا الحديث: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. وعبد الدينار يعني ايه؟ او عبد الجنيه. هل هيمسك الجنيه كده وحيسجد للجنيه او حيطوف حواليه؟ لا، يعني قلبه صار متعلقا بهذا الايه؟ بهذا الجنيه وبهذا الدرهم، بحيث انه وصل لمرحلة العبادة، اصبح حركته من اجل الجنيه، سكونه من اجل المال. اذا حب الانسان احبه من اجل المال، ابغض انسانا ابغضه من اجل المال، يعادي ويوالي من اجل المال، أصبح المال هو محور حياته. فهذه عبودية للمال من دون الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فيتحرر من كل هذه المعبودات الباطلة. ولذلك فالإسلام هو دين التحرير، هو دين الحرية الحقيقية، لأن بيحررك من كل المعبودات الباطلة. عندما تقول لا إله إلا الله فتتبرأ من كل المعبودات الباطلة، وتثبت العبودية الحق لله عز وجل. تتبرأ من عبادة الطواغيت، تتبرأ من عبادة المال، الشهوات، الهوى، تصير حرا. لا يستعبدك مال، ولا تستعبدك شهوة، ولا تستعبدك امرأة، ولا سلطة، ولا رئيس، ولا سلطان. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، خلصت عبوديتك لله عز وجل. وكلما ازداد فقرك لله
كلما زاد غناك عن الناس. يعني روي عن سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا أرض الصلاة والتسليمات يقول إني فراشي الأرض ولحافي السماء ووسادتي ذراعي ودابتي قدماي ودابتي إيه؟ قدماي، وليس لي طعام إلا الخبز الناشف، وأبيت وأمسي وليس عندي شيء، ولا يوجد على ظهر الأرض من هو أغنى مني. لأن الغنى الحقيقي ليس بكثرة المال والعرض، ولكن باستغنائك عن الناس. كلما استغنيت عن مفاد الناس فأنت غني، والغنى غنى النفس، الغنى غنى الايه؟ النفس. وكلما ازددت فقرا لله كلما استغنيت عن الناس. ولذلك ورد في الدعاء المأثور: اللهم اغنني بالافتقار إليك واعزني بالتذلل ايه؟ إليك. فكلما ازددت افتقارا إلى الله زاد غناك بالله وزاد غناك عن الناس. من علامات الافتقار إلى الله مداومة الذكر والاستغفار، مداومة الذكر والاستغفار. فقلب العبد المؤمن عاكف على ذكر مولاه، يجد أنسه ولذته وراحته وطمأنينته في ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالإنسان لا يخرج عن حالة من هذه الحالات، إما أن يكون قاعدا أو واقفا أو متكئا. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا الإنسان المؤمن الحق هو ذاكر لله عز وجل في جميع أحواله، في حال قعودي وحال قيامي وحال رقادي يذكر الله، هو يأكل هو يشرب وهو يمشي وفي الأسواق، حتى عندما يأتي أهله، عندما يدخل الخلاء، في كل أحواله هو ذاكر لله سبحانه وتعالى. ودي من أهم يعني علامات الافتقار إلى الله وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعدون له في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. احفظوا هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اجعل لسانك دائما رطبا بذكر الله. عندما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأوصيني بشيء أتشبث به ولا تثقل علي يا رسول الله. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني اجعل لسانك دائما رطبا بإيه؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. من علامات الافتقار إلى الله الوجل من عدم قبول العمل، وهذه من أهم العلامات، وربما أختم بها حتى لا أطيل عليكم. الوجل من عدم قبول العمل. الإنسان المؤمن الحق الذي يشعر بفقر إلى الله مهما قام من واجب العبودية لله ومهما اجتهد في الطاعات فهو يخشى ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه العبادات والطاعات. السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، سألته عن معنى قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة. فقالت: أهم الذين يا رسول الله الذين يسرقون ويزنون، يعني يفعلون المعاصي وهم خايفين من الله؟ فماذا قال له النبي؟ لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. يعني يصلون ويتصدقون ويصومون ويعبدون الله وهم يخافون ربنا إيه؟ لا يتقبل منهم. يقول الله سبحانه وتعالى في صفة عباد الله المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ماذا يفعلون بالليل؟ طول الليل ماذا يفعلون؟ يا ترى أمام البرامج التوك شو، ولا الليل كله قاضينه في النت؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بين يدي الله سبحانه وتعالى، قياما وركوعا وسجودا وتذللا وخضوعا وذكرا لله سبحانه وتعالى وتلاوة لكتاب الله، قيام ليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل ما ينامون، معظم الليل في طاعة الله.
وبعدين بعد كده عملوا ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. طب يستغفروا من ايه؟ تطول الليل في عبادة وفي طاعة وفي ذكر، من اي شيء يستغفرون؟ يقول اهل العلم واهل التفسير، هؤلاء الناس مع اجتهادهم في الطاعة يستغفرون الله لانهم يعلمون انهم لم يؤدوا لله حقه، وانهم مقصرون في جنب الله، مع كل اللي عملوه يشعرون بالتقصير في حق الله عز وجل وفي جنب الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم يستغفرون الله على هذا التقصير، يستغفرون الله على هذا الايه؟ على هذا التقصير. انت لو داخل دورة الميه الخلاء بعد ما تطلع ماذا تقول؟ تقول غفرانك. طب تستغفر من ايه؟ العلماء سالوا طب ليه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستغفر الله وهو طالع من الخلاء؟ ايه وجه الاستغفار؟ فقالوا لان هذا الوقت يمنح فيه الانسان من ذكر الله باللسان، من الاماكن التي يمنح فيها ذكر الله باللسان هو ايه؟ الخلاء. فكان هذا اجتهاد لاهل العلم، كان يستغفر الله على هذه الفتره التي فطر فيها لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس الربانيون يقضون الليل في طاعه الله واخر الليل يستغفرون الله. احنا ممكن نقضي الليل كله في اشياء اقل ما نقول انها لغو لا تفيد، مش هنقول معاصي، واخر الليل ننام. هم يقضون الليل في طاعه الله واخر الليل يستغفرون الله. يقول الله سبحانه وتعالى في صفه عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم ايه؟ سجدا وقياما. طول الليل سجود وقيام، وبعد كده ماذا يقولون؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. مع كل هذه العبادات والقيام بالليل والركوع والسجود خايفين من عذاب جهنم. النهارده الواحد يصلي بعض ركعات وكانه حط الجنه في جيبه، كانه ضمن الجنه. يقول لك عم الشيخ المهم على الايه؟ على القلب، ما دام الصندوق سليم خلاص. وهو لا يصلي، او اذا صلى يعني يصلي بالعافيه او يجمع الصلوات، ومع ذلك كانه ضمن الجنه في جيبه. هؤلاء طول الليل بين القيام والركوع والسجود والعباده، ومع ذلك يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. دخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على عائشة أم المؤمنين وهي تموت تجود بنفسها، فقال لها: أبشري. وده من السنة الواحد لما عند الموت تبشره، يعني إيه؟ الرجاء يغلب هنا على الخوف. فقال: أبشري. وأخذ يحدد لها مناقبها، يبشرها إيه؟ يفكرها بالأعمال الصالحة. فقال: أبشري، لقد أنت أحب زوجات الرسول إليه، وأنت التي براك الله من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في بيوت الله إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وأنت التي بسببك نزل الله عز وجل حكم التيمم ورفعت الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت وأنت وأنت. وأخذ يعدد مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ماذا قالت له عائشة رضي الله عنها؟ قالت له: دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، لوددت أني كنت إيه؟ نسيا منسيا. ولأن لا بد أن نعلم عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية ولا تنفعه إيه؟ طاعة. الله عوائد المعصية تعود عليك، والذي ينتفع بالطاعة هو أنت، ولكن الله عز وجل غني عنك، لا ينتظر منك طاعة ولا تضره معصية. فبأي شيء تمن على الله سبحانه وتعالى بالعمل بما تعمل، والله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليك في التوفيق لهذا العمل وهذه العبادة. من الذي من عليك بالإسلام؟ يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. انظروا في الكرة الأرضية كم ملايين البشر، مليارات ملايين البشر، مليارات يعبدون غير الله. هناك من يعبد الأحجار، وهناك من يعبد الصليب، وهناك من يعبد ويعبد ويعبد. ومن الله سبحانه وتعالى أن جعلك من الموحدين، أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن من عليك بنعمة الإسلام. والله سبحانه وتعالى قد رزقنا الإسلام، ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا ولدنا مسلمين من آباء مسلمين، ورزقنا الله سبحانه وتعالى الإسلام دون أن نسأله. وكما قال أحد الدعاء:
فالله سبحانه نحمد الله سبحانه وتعالى أنه رزقنا الإسلام دون أن نسأله، فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الجنة ونحن نسأله، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. فالذي رزقنا الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، والذي أوقفك بين يديه هو الله سبحانه وتعالى، الذي أقامك من مرقدك لصلاة الفجر. شوف بقى أكم من الناس من ملايين البشر في حالة من الغفلة وحالة من النوم، وأنت تستيقظ من نومك وتترك فراشك الوثير والدفء والراحة ثم تذهب إلى المسجد وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، من الذي أيقظك من مرقدك؟ ومن الذي أذهبك إلى المسجد؟ ومن الذي شرفك بالوقوف بين يديه ثم بعد ذلك أعادك سالما معافا إلى أهلك وإلى بيتك؟ إنه والله سبحانه وتعالى. فلله عز وجل المنة والفضل علينا في كل عمل نعمله، فلماذا نمن على الله عز وجل بأعمالنا؟ كذلك المؤمن لا يأمل على نفسه الفتنة. دخل أحد أصحاب أبي الدرداء عليه وجده يقيم الليل، وبعد ما انتهى من الصلاة وقبل السلام، لأن في موضوعين للدعاء في الصلاة، إيه هم؟ في السجود وبعد الانتهاء من التشهد الأخير وقبل السلام. فسمعه ويستعيذ بالله من النفاق، يستعيذ بالله من النفاق، فقال له بعد ما انتهى من الصلاة: ما لك أنت والنفاق يا أبا الدرداء، وانت بتستعيذ بالله من النفاق ليه؟ وانت بينك وبين النفاق ايه مسافات؟ انت مالك مال النفاق؟ فماذا قال له ابو الدرداء؟ قال: استغفر الله او غفرانا 3 مرات. ثم قال: لا يامن البلاء من يامن البلاء، الذي يامن البلاء حيصاب بالبلاء. ثم قال: والله ان الرجل لا يفتن في ساعه واحده فينقلب عن دينه. ولذلك من جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر من هذا الدعاء، لأن الإنسان لا يأمن ليه؟ لا يأمن الفتنة. كم رأينا سمعنا عن أناس آمنوا ثم كفروا، وكم رأينا من أناس استقاموا ثم انحرفوا. فالاستقامة بيد الله، ولكل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت فقير إلى الله في الهداية وللثبات على هذه الهداية، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، هل تأمل عن نفسك الخاتمة؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعثه الله عليه. يقول مطرف ابن عبد الله الشقير: لأن أبيت نادما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا. من أهم أو من أكثر الأشياء التي تحبط العمل هو الإعجاب، إنك تعجب بعملك أو تعجب بطاعتك. فيقول: أن أبيت نائما فأصبح نادما أفضل من أن أبيت قائما فأصبح إيه؟ معجبا. لأن ابن القيم قال: فإن المعجب لا يصعد له عمل. اللي بقى يصلي أو يعمل أو يحج يعمل عمرة وفكر يعني الدين نهدم عليك يغدي، وأن هو عمل اللي ما تعملش ويعجب بهذا العمل، فهذا صاحب هذا المعجب لا يصعد له عمل إلى الله سبحانه وتعالى. ورب ذنب أورث طاعة، وربما معصية كانت رب معصية كان مآلها الفلاح والنجاح، وربما طاعة كان مآلها الهلاك. كيف يكون ذلك؟ ابن القيم يقول في تفسير هذا الكلام: بعض السلف قال: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، أو يعمل الطاعة فيدخل بها النار. طب إزاي الكلام ده لغز؟ يعني واحد يعمل معصية، ربما يعمل معصية يدخل بها الجنة، وقد يعمل الطاعة تكون سببا في دخوله النار. نعم، يقول ابن القيم في تفسير هذا الكلام: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن رقد. يعني واحد يعمل الذنب يتم يفتكر الذنب أما بعينيه وهو ماشي وهو جالس وقبل أن ينام، فيورث هذا الشعور انكسارا وذلا لله واستغفارا وتوبة وإنابة، ويخرج منه عبادات عظيمة تكون سببا في نجاته. وربما يفعل الإنسان حسنة فتصير هذه الحسنة بين عينيه كلما راح وكلما أتى وكلما ذهب وكلما قعد وكلما نام، فيصاب بحالة من العجب والفقر بهذه الطاعة، فيكون هذا العجب والعياذ بالله سببا في هلاكه. لذلك نقول ان الذل والافتقار الى الله سبحانه وتعالى هذا
لب العبودية إلى الله عز وجل. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، عندما دخل مكة فاتحا وكان منتصرا فتحا عظيما، إن فتحنا لك فتحا مبينا، كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان داخلا إلى مكة منتصرا فاتحا؟ هل دخل مزهوا؟ كان زمان المنتصر يدخل في حالة من الفخر والزهو ويحط على رأسه حاجة اسمها كليل الغار، إنه نبات اللورو ده يجيبوه يحطوه دايرة كده على دماغه ويسموه إكليل. تعرفين يسموه إكليل ليه؟ اللي على الرأس ده من الكلالة، كلالة في ارتباط باللغة وبالشرع. الرجل الذي يورث كلالة يعني إيه؟ يعني ليه حواشي بس ملوش أصل من الورثة، لا ليه أب ولا أم ولا أولاد، ولكن حواليه إيه الحواشي؟ إخوة. فكذلك الإكليل الذي يلف بالرأس يعني إيه من وسط فاضي ويلف حوالين الإيه؟ حوالين الرأس، ولذلك سمي إكليل الغار. يدخل كده حاطط الإكليل على رأسه من شجر اللورو عشان فرع اللورو ده مهما لفته ما بيتكسرش. فيدخل كده في حالة من الزهو والكبرياء والعجب. النبي عليه السلام عندما دخل مكة كيف دخل؟ دخل هو إيه مطأطئ الرأس تواضعا وذلا وانكسارا لله سبحانه وتعالى، حتى أن جبهته كانت ملامسة الرحلة اللي على فرس. هذا وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإسلام علمنا أن أنت إذا ربنا أنعم عليك نعمة تسجد لله عز وجل شكرا على هذه النعمة. فلا ريب أن هذا المذنب الذي أذنب وأورثه الذنب بذل وانكسار وخضوع لله عز وجل، هذا الذنب يكون سبب، ربما يكون سبب لنجاته، لأن أورث أعمالا صالحة. وأن الإنسان الذي يعجب بعمله ويدل على الله عز وجل بعمله، فهذا ربما يكون سببا في يعني أن يحبط عمله ولا يقبل عند الله، يكون سببا في يعني هلاكه. دي بعض علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن نسعى في تحصيلها، نسعى في تحصيلها. فنذكرها كده سريعا، في علامات كثيرة ولكن حتى لا أطيل عليكم. أول علامة من علامات الافتقار إلى الله هي إيه؟ هي الذل والخضوع والانقياد لأوامر الله والاستسلام لأوامر الله. لما ربنا يأمرك بأمر ما تناقش. كان حال الصحابة كذلك، الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تغيير الكعبة، تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام، فصلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وكانت أول صلاة يصلوها تجاه المسجد الحرام. انصرف واحد منهم فرأى يعني نفرا من صحابة رسول الله ما زالوا يصلون تجاه البيت المقدس ولم يصلهم الخبر وكانوا راكعين، فقال لهم لقد صليت خلف رسول الله العصر تجاه بيت الله الحرام. لم ينتظروا حتى ننتهي الصلاة وهم راكعون تحولوا ناحية بيت الله الحرام، استجابة فورية لأوامر الله وأمر رسول الله. هكذا يكون حال المؤمن في ذل وخضوع، لا تستكبر عن أمر الله وعن نواهيه. العلامة الثانية التي ذكرناها حد عارف، التواضع. فدام أنت فقير إلى الله ومحتاج الله تتكبر على الخلق ليه؟ التواضع كما كان يتواضع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من علامات الافتقار إلى الله هي تعلق القلب بالله عز وجل، أن يكون قلبك متعلقا بالله في كل الأحوال، لا تغفل عن ذكر الله بقلبك، لأن في ذكر الله بالقلب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، بل يظل قلبك ذاكر الله متعلقا بالله لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى لحظة. من علامات الافتقار إلى الله مداومة الذكر والاستغفار، مداومة الذكر والاستغفار. من علامات الافتقار إلى الله الوجل والخوف من عدم قبول العمل. ثم أخيرا ونختم باب التوبة، لأن التوبة هي وظيفة العبد، هي أول المقامات وآخر المقامات، بل في كل نفس هي وظيفة العمر بالنسبة للمؤمن. من علامات الافتقار إلى الله إذا أصبت ذنبا أن تسارع بالتوبة. والإنسان ممكن أن يقع في أي إنسان يقع في الذنوب، ما فيش إنسان معصوم، ولذلك الله سبحانه وتعالى فاستقيموا له واستغفروه، بعد ما أمر بالاستقامة أمر بالاستغفار. ليه؟ لأن الإنسان مهما اجتهد لن يحقق الاستقامة كاملة، بل لازم هيبقى فيه نوع من الانحراف من الذنوب من المعاصي،
لذلك ربنا فتح لنا باب رحمة عظيم هو باب الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. حتى لو أذنبت في اليوم 100 مرة 1000 مرة يعني لا يغرنك الشيطان ويقول يوئسك من التوبة، لا، فباب التوبة مفتوح مهما بلغت الذنوب. مدى في كل مرة أنت مخلص في هذه التوبة، أنت ندمت على المعصية، أنت عازم على عدم العودة للمعصية مرة أخرى، فتوبتك مقبولة. حتى لو عدت إلى الذنب مرة أخرى فلا ملجأ لك إلا ولا منجأ من الله إلا إليه. باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر أو ما لم تظهر علامات الساعة الكبرى، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تسارع بالتوبة. والله سبحانه وتعالى قال في صفة عباد المحسنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بفعل المعاصي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني هل ممكن يكون حد من المحسنين ويفعل فاحشة؟ نعم، بهذه الآية. فكل إنسان معرض أن يقع في الذنوب، ولكن المهم أن سرعان ما تقف على قدميك وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه يعني فعل المعاصي، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالإنسان يسارع بالتوبة. ونختم بقصة تائب من التائبين وهو مالك بن دينار رضي الله عنه. تسمع عن مالك بن دينار كيف تاب هذا الرجل؟ يقول في قصة توبته سريعا: عندما كنت شابا كنت أعمل شرطيا، وكنت أظلم الناس وأشرب الخمر ولا أصلي، ثم تزوجت ورزقني الله سبحانه وتعالى بابنة سميتها فاطمة، فتبت إلى الله وأقلعت عن شرب الخمر. بعد أن بلغت 3 سنوات ماتت، فانتكست وعدت إلى شرب الخمر مرة أخرى. ففي ذات ليلة قلت سوف أشرب اليوم خمرا لم أشرب مثله قط، شربت يعني كما كبيرا من الخمور، ونمت نوما عميقا فرأيت رؤيا عجيبة. هذه الرؤيا كانت هي السبب في توبته. بقول رأيت وكأني في عرصات يوم القيامة والناس ينتظرون الحساب، ثم تأتي الملائكة فلان ابن فلان يأتي للعرض على الملك الديان، فيصفر وجهه ترتعد فرائسه، إلى أن خلت الساحة ولم يبق إلا أنا. فقالوا مالك بن دينار يأتي للعرض على الملك الجبار، فانخلع قلبي وارتعدت فرائسي وخفت خوفا عظيما فهربت، فوجدت حية عظيمة تريد أن تلتهمني، حية حنش، فجريت وهربت من هذه الحية، فوجدت شيخا كبيرا ضعيفا، فقلت له: يا شيخ أنقذني من هذه الحية. فقال: أنا رجل ضعيف كبير مسن، لا أقوى على إنقاذك، ولكن اذهب إلى هذا الجبل، اصعد على هذا الجبل. صعدت على الجبل فوجدت نارا متأججة عظيمة فتريد أن تحرقني، وأنا ما بين الحية وبين النار في هذا الموقف الصعب الشديد وفي هذا الكرب العظيم، سمعت صوتا يقول: يا فاطمة أدركي أباك، يا فاطمة أدركي أباك. فوجدت فاطمة ابنتي فأجلست على حجر كما كنت أجلسها في حياتها، فقلت لها: يا فاطمة ما هذه الحية ألا تريد أن تلتهمني؟ قالت: يا أبتي هذه ذنوبك ومعاصيك سمنتها حتى كادت أن تهلكك. يا فاطمة ما هذا الشيخ الكبير العجوز الذي لم يقوى على إنقاذي؟ قالت: هذا عملك الصالح، عمل ضعيف هزيل لم يقوى على إنقاذك. ثم قالت لي: يا أبتي ألم يأني لك أن يخشع قلبك لذكر الله؟ ألم يأني لك أن يخشع قلبك لذكر الله؟ ألم يأني لك أن يخشع قلبك لذكر الله؟ واستيقظت من منامي فإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فنزلت مسرعا وتوضأت، وقفت خلف الإمام فإذا يقرأ بهذه الآيات في سورة الحديد: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقلت: قد آن قد آن، وتاب إلى الله، وصار من علماء الأمة المعلومين في الزهد والعبادة والورع والعلم، وكانت هذه الرؤيا سببا لتوبته. فنقول: ألم يأني لنا أن تخشع قلوبنا لذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من الحق، وأن نسارع بالتوبة
والأوبة إلى الله عز وجل قبل أن يحال بينك وبينها. قال أهل العلم في قول عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال: ما يشتهون التوبة. الإنسان عند الموت يحال بينه وبين التوبة، يشتهي التوبة فلا يجدها، وما من أحد إلا ويندم عند موته، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. لماذا يريد الرجع إلى الدنيا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويقول الإنسان عند موته: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يطلب من الله سبحانه وتعالى التأخير، أن يؤخر الله عز وجل سنة، أمهني سنة، أمهني يا رب أخرني شهرا، أخرني يوما. لماذا يريد التأخير؟ يا ترى عشان يأخذ البكالوريوس، يأخذ الدكتوراه، عشان يبني العمارة، عشان يجوز العيال؟ أبدا. فأصدق رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن إيه من الصالحين. يأتي هذا الرد الحاسم: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فاعلموا إنها فرصة واحدة، ما فيش دور تاني، ما فيش ملحق. أنت في إحنا النهاردة في امتحان كبير، هذه الحياة ما هي إلا امتحان، ولكن امتحان طويل. الذي خلق الموت والحياة، لماذا يا رب خلقت الموت والحياة؟ ليبلوكم، ليختبركم، ليمتحنكم. نتيجة الامتحان متى تظهر؟ عند الوفاة. إما تأتيك البشرى بالجنة، أبشر يا عبد الله، أو أبشر ولي الله بالجنة، أو والعياذ بالله أبشر يا عدو الله بالنار. بكى أبو هريرة على فراش الموت، فقالوا: ماذا تبكي؟ قال: والله لا أبكي جزعا على فراقكم ولا حزنا على الدنيا، ولكن أنتظر إحدى البشريين من ربي، إما بجنة وإما بنار. مشكلة يا أخوانا، يعني حضر لكم مثال: لو أنت دخلت امتحان، معروف أن امتحان ليه مثلا 3 ساعات، أنت بترتب أمورك هتخلص الإجابة بعد كام؟ ساعتين، ساعتين ونص، بترتب أمورك وبتنظم وقتك. إنما لو دخلت اللجنة والمراقب قال إن اللي خد جاوب، ممكن نسحب منك ورقة الإجابة في أي لحظة، في أي لحظة حقيقة الأمر اسحب ورقة الإجابة. هتعمل إيه؟ هل هتضيع وقت؟ مش ممكن، مش هتخلي حد حتى يكلمك. ليه؟ ممكن الورقة تسحب منك في أي وقت، فأنت عايز بسرعة على تلحق تخلصه، خلصه. كذلك أنت النهاردة كتابك مفتوح، ممكن هذا الكتاب في أي لحظة إيه؟ يغلق، إما على حسنات وإما على السيئات. وعشان كده دخلوا على أحد الصالحين على فراش الموت وجدوه يصلي، فاستغرب: تصلي وأنت في هذا الحال؟ قال: الآن تطوى صحيفتي، يعني أنا بسرعة عايز ألحق أحط فيها إيه؟ ركعتين قبل أن تطوى هذه الصحيفة، أتمنى أن تفتح مرة أخرى. النهاردة صحيفتك مفتوحة، بسرعة حط فيها ركعتين، حط فيها صدقة، بر والدين، أمر معروف فيها نهي عن منكر، التسبيحة، تحميدة، لا تضيع وقت، لأن دي فرصة لن تعوض. كل يوم تطلع فيه الشمس هي فرصة لن تعود إلى قيام الساعة. ينادي مناد: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى قيام الساعة. فلابد الإنسان أن يسارع بالتوبة قبل أن تتمنى التوبة وتشتهيها فلا تجدها، وحيل بينهم وبين يشتهون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة نصوحة. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونورك الأسنى أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير زمننا آخرة، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا كريم. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا توفاه على الإيمان. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وصلى الله وسلم على نبيه وعبده محمد. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.